في درس سيد محمد إبراهيم يكون خط معها هذا بجوع في رياضة المجلس التأسيسي بمناسبة مسيرة غدوة الليلية اللي مسكون عارفين عند سيد شكرا بالعيد وأمام طون سيد محمد إبراهيم اسمه عندك مدخول اللي عندي هو كونه بالنسبة للشهيدين الله يرحمهم معناه هما كانوا قدوة بالنسبة لنا وهما أصحاب المبادرة وهما أصحاب الأفكار وبالنسبة للشهيد شكري بالعيد معروف معناها الأداء متاعه معروف الأفكار متاعه معروف المبادرات متاعه بالنسبة لمحمد إبراهيم الله يرحمه نحبه نأكده اللي مسألة الاستقالة هذه هي من أفكاره هو وهذا وقت باش نرجعوا له حقه معناه وهو في دار الحق ونحن في دار الباطل فكرة الاستقالة من المجلس التأسيسي يعرف الإخوان اللي هي يعود تاريخها إلى 7 شهور التالي وهو في القاعة 2 ذكر فيما توا مع النواب الديمقراطيين قال أنا الاستقالة نتاعي حاضرة ووقتها ربي سامحني هو أنا اللي هو اللي خليت الأمر يتأجل وقلنا لعل ثم إمكانية أن المجلس التأسيسي يعود إليه رشده لكن تبين أنه هو كان عنده حق في المبادرة بالاستقالة وهذه كلمة حق نعيدها إلى المتوفين ونعيدها إلى الشهداء الأخ شكري بالعيد الله يرحمه والأخ محمد إبراهيم الله يرحمه حركة تمر تونس هو موقعها واضح وموقعها من اللي تأسست الحركة هذه موقعها بين هو إسقاط المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه ممكن نشترك في نفس الأهداف مع كل التيارات الشبابية لكن هذه الحركة نعيد ونقول أنها حركة شبابية مستقلة عن كل التيارات والتيارات السياسية والفكرية الأخرى. شنو هي حقيقة الصراع اللي تداولوا بعض صفحات مواقع الاجتماعية واللي زايد في نفس التمثيل؟ هناك بعض التشويه اللي مزيد تقسيم الحركة وتشتيت وهذه الأخبار لا صحة لها معناها الجروب سوليدير ناس كل من بعضها الهدف هدف واحد قضيتنا قضية وطن لا أكثر لا أقل 6 أوت التاريخ هذا يمثل مرور 6 أشهر دون حقيقة على مقتل واغتيال شكري بالعيد اللي نعرفه وكونه غدوة باش يصير اجتماع عام لهنا كبير ياسر من عديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وجميع الأطراف المجتمع المدني في باردو 9:30 في علاقة بالتحركات الفنية عندي فكرة وكونه الحركات الشبابية الثورية محضرة مجموعة من التحركات في وسط الاعتصام في الليل كذلك الحركة الثقافية الثورية باش تبدأ من الصباح تخدم من 11:30 قدام المحكمة ببنات طالب كذلك بحقيقة اغتيال شكري وكذلك 9:30 باش تتحرك من قدام المحطة متاع بوشوشة في مسيرة فنية حتى تكشي البارد اليوم المواطن راهو تمس في السيكوريتي نتاعو معناها في الأمن نتاعو معناها راك يا مواطن راك باش تخرج تقضي ولا تشري من المرشي ولا باش تمشي تاخذ ترام من لاكار ولا غيره راك ما تعرفش على الوضع الأمني اللي أنت معرض فيه خطر معناها اليوم لازمك تخرج باش توقف هالأحداث العنف والأحداث الاغتيالات والدمومات وباش توقف هالهبة الإرهابية ذي على تونس من واجبك راهو هذايا مش اختيار من عندك راهو من واجبك لازمك تهبط الباردو وتطالب بحلين المجلس التأسيسي وبحلين الحكومة باش على خاطر هذه لازمها تفهم وكونه ليل الاغتيال ليل العنف في تونس المدنية